دشن وزير الأشغال العامة والطرق المهندس وحي طه أمان والإدارة المحلية عبد الرقيب سيف فتح اليوم، ومعهما محافظ تعز شوقي أحمد هائل، العمل بمشروع الصيانة الطارئة لطرق محافظة تعز. إلى التفاصيل. تستأنف الحالمة تعز تدشين استحقاقاتها العاجلة في البنية التحتية، وذلك من حكومة الكفاءات قيادتها المحلية بجدية أو كما ينظر إليها تتابع التقاط الفرص التاريخية لتحقيق الأولوية في التدشين والأولوية في التنفيذ. التقينا مع الأخوان في وزارة الأشغال ووزارة الإدارة المحلية، وبالفعل شعرنا من خلال زيارة الأخوان الوزراء مدى اهتمامهم وتحمسهم لأعمالهم، وهذا إن شاء الله توقعاتنا جميعا من الحكومة الجديدة بوجوه جديدة بحماس جيد. ونحن سعيدين في تعز أنه أمس كان عندنا 4 وزراء واليوم عندنا أيضا وزير الدفاع، ونشكرهم جميعا لزيارتهم لتعز، وسنقوم بزيارة إن شاء الله صنعاء الأسبوع القادم لاستكمال بقية الإجراءات. 4 من وزراء حكومة الكفاءات استقبلتهم تعز خلال أقل من 48 ساعة، كل وضع لمهمة وزارته إزاء المحافظة حجر أساس أو ألقى نظرة محيطة باحتياجات محافظة تضم أكبر كتلة بشرية في اليمن وحراكا صناعيا هو الأكبر في البلاد. من على تكليف من حكومة الأستاذ خالد بحاح نقوم منذ يوم أمس بتدشين عدد من المشاريع في مجال الطرق، فهناك كثير من المشاريع في محافظة تعز يوم أمس تفقدناها، واليوم وضعنا حجر أساس لمشروعين مهمين في تعتبر من البنية التحتية الرئيسية لمحافظة تعز. الآن نحن ننفذ المرحلة الأولى من مساهمة السلطة المحلية في صيانة الطرق بالشراكة مع وزارة الأشغال العامة وصندوق تنفيذ الطرق. التنسيق أثمر الآن مجموعة من المشاريع في المحافظات، بدأناها بعدن ولحق وتعز، سننتقل إن شاء الله إلى إب وذمار، وهي نسبة 30% تم استغلالها بصورة رئيسية الآن على مستوى المحافظة والمديريات التابعة لها. وزيرا الأشغال العامة والإدارة المحلية ومحافظ المحافظة شوقي أحمد هايل وضعوا حجر الأساس لمشروعين هامين في منظومة الطرق وترميمها. اليوم وضعنا حجر الأساس لمشروعين، المشروع الأول طبعا ممول من صندوق ترميم الطرق اللي بشراكة وزارة الإدارة المحلية ووزارة الأشغال في ترميم المرحلة الأولى من شوارع المدينة ب 250 مليون ريال، وبدأ العمل فيه في منطقة شارع المغتربين ووسط المدينة، وايضا امس تم وضع حجر الاساس لهذا المشروع، وامس تم الاتفاق على المرحله الثانيه 250 مليون لبعض الشوارع الاخرى داخل المدينه ان شاء الله، ومتوقع انه ما سيتم صرفه في تعز خلال عام 2015 حوالي مليار ريال لترميم الطرق. وسط المدينه في شارع المغتربين تحديدا حيث تجري عمليه الترميم وضعت حجر الاساس لمشروع تقدر كلفته بنصف مليار ريال على مرحلتين، فيما المشروع الثاني الذي وصف بالاكبر حسب التنفيذيين دشن ايضا في طرف مدينه تعز، وهو مشروع الصيانه الروتينيه والطارئه لطرق المحافظه برمتها ريف وحضر. المشروع الثاني تم تدشينه اليوم وضع حجر الاساس له، والمشروع الاكبر هو تمويل من البنك الدولي ل 410 و 418 كيلو الطرق الريفيه والطرق اللي توصل ما بين المديريات بتمويل من البنك الدولي، وبدا العمل بالفعل في طريق المفرق المخا المخا، وايضا سيبدا قريبا ان شاء الله. هو المشروع سياخذ سنتين بحوالي مليارين و300 مليون ريال بتمويل من البنك الدولي. وفي ختام زيارة الوزيرين اليوم اطلعوا على محطة الوزن المحوري بالحوبان الخاصة بوزن الشاحنات المحملة بالبضائع، فزيادة في الحمولة تؤدي إلى الإخلال في سلامة الناس وسلامة الطرق. وكان محافظ تعز أمس بمعية وزيري الأشغال العامة والإدارة المحلية قد قاد زيارة تفقدية لطريق الراهدة تعز والراهدة حيفان.